انا حسن ايوه يا سويد ايوه يا سويد الله يكمل تحت ايه ده هات من الاول اجيب اجيب بقيت انا يا سارة ايه ما كنا ماشيين على السطر قدامه وكنا جبنا شويه رنجه بس ماتت كنا جبنا رنجه هيتطور الناس كلها ميته يا جدعان عايزين ميه بطنا عايزين ميه هنا ميه هنا هات من الاول كمان جاي منها دي على فين بقى؟ معرفش ده ياخدنا على بيضرب في كل دير واحد بس في مدينتي كلها بس الصراحه كل دير ما يطلع عندنا لا سويته عندنا هي مدينتي بقى والجو كحيان لما وصلنا هناك دي بوتين دي بقى على طول اول جو الكلام ده انا بقول لك ايه بص انا هقول لك مراوند ثانيه يا باشا عم كده 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 على 25 على طول هنخلص هنا الساعه كام لا انا عندي شغل اصلا الساعه كام 2:30 ماشي يا عم انت خلص يا عم انا امشي وكده كده خلص قبل الشغل اصلا خلص قبل صلاه الجمعه اصلا ماشي خلاص معاك ممكن اخد النهارده اجازه لو عادي لا مش هنقعد لا نقعد نهبي بيه يا عم احنا قاعدين بنزرع بصل ولا نبيع لبن ممكن اقعد اليوم عادي بس انا معايا 400 جنيه هيكفوا ولا لا هيكفوا عادي يا عم هيكفوا الشباب جاي ورانا ولا ايه ولا فين والله اللي مش عايز يجي ما يجيش لا اتفصل يا عم لا عم طب بس يا عم جامد قوي شويه طيب بس ايه مش هقول عشان هات شويه طيب ولا زي ما احنا كده دايما مش عايز اطلع انا عايز اصلا عربيات مدينتي عربيات ايه عربيات الدنيا عادي كده بقول لك مين كلمه ايه يا عم رجاله كلهم زي كاميرا عادي يا عم انت صباح الفل انا كده كده هنستغلها مش كده هنرجع الجامعه تحاول قصاد ايه بس نرجع الجامعه تاني هنرجع الجامعه تاني اهو لا هنلف شوية يمين
خلاص خليكم تكرهوا اليوم اللي جيت فيه بدري. ايوه مين يا مان؟ شوف الكرواش تاني عشان كده تمام قوي. لا في حته هنا كل سوي كمان. بص سوي سوي اهو سويت سويت هي بقى شيل كتير يبقى سوي سويت. بص عايز اقول لك على حاجه بقى. هم كانوا كل اسبوع عايز يجوا هنا، هنخليهم كل سنه عايز يجوا هنا. مش هيفكروا تاني فاهم؟ اقول لك ايه؟ اخر مره ما تطلعش كده تحسهم قاعدين ورا بجد؟ انا برضه عايز اشرب دقيقتين. طبعا انا ندلي جدا. الشباب اللي ورا دي القصه عشان انا ندلي جدا اتزق لكن ما انا مش يلا يا سويه. ايوه يا حنين محمد. اول كل الكلام بتاع مصر كلها كان كم واحد اسلم؟ لا لا ما تقولش حاجه. كم واحد هنا؟ ايوه 500 واحد. لا علي سوري. اول ده كان ليه علاقه ب لا لا خالص الكيمات كلها هنا. الكيمات كلها كده. الشباب خش على اليمين خش على اليمين. 100 واحد بس على الارض. انا لفيتهم بس من الليل بقى. الساعه 10 بالليل ولا حاجه طبعا كحه طبعا. يلا بس الشباب بقى الشباب فاهم. الجو حلو والجو جميل فاهم. الجو حلو النهارده برضه على فكره يعني حر شويه مش حر زي ما بنقول. انا على فكره في حته على كرسي فيها شمال عشان الشباب. شوف وش الدم صح حلو. انا مش عارف يعني الناس بتعمل والله لقيتهم بيلعبوا بيه بيحددوه رحت نطيت قفشت واحده. كده بقول لك يا حوده ايه ده كده بقول لك ايه المكان ده؟
لو بالليل يسطا معانا صوروا بقى كده. المكان ده بالليل ده بيجي فيه جامد، بيجي فيه بالليل بيعملوا فيه حاجات كتيرة جامدة. ايه يسطا المكان ده يسطا؟ عادي ده بيعمل فيه حاجات وحشة أوي. صح؟ اه حديقة الأزهر بس مستخبية. حديقة أزهر بس متمدنة. أيوه. اوبا ايه ده ايه ده ايه ده اوبا يلا لو بتاعتي اوبا لا 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 كعبت ازاي كده هما هيروحوا يتقوي على الجنب. ايوه لكن هما يدوروا يجوا معانا لا. كده يبقى هيعرفوا يوصلوا هنا. لا وكده برضه ما سويناش في نص القدره دي سلاح حلو. انا اول مره اجي مدينتي. ايه انت راجل تحصل مخطط ماشي تركب شويه واحد تاني انا مخطط دلوقتي تيجي بيتين كل عادي يا عم شوية ما تعرفش ايه هو انت بتكون مش موت لا لا في الايفنت نفسه مش حلوه دخلنا الاوبن اير مول بعدها دخلنا على الجامعة هي على الجامعة شويه ايوه انت كده جات لا عربيه جات لك جامد طب يلا عشان جنب كده في ايه بعدين فيه كده في ايه لا 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 لا
شغالين والله لو السماعه باظت لكن ده مني بتجنن. نعم ايه قربنا ان شاء الله. وفين محمود؟ يلا يلا شو دخل قادر كروز. كروز ايه ابني الاثنين بجد ولا لا حاجه هو حلو بس يعني الجو جو رخم طبيعي انا لو في شتاء يعني هيبقى كروز شوفها على الجروب بتاع الأبي ده جامد جدا.